السلام عليكم، مرحبا متتبعينا الكرام، اهلا بكم في قناتكم الاخبارية المغرب دوت كوم. لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد ان شاء الله. هذه ابرز العناوين. دوافع قوات المسلحة الملكية للحصول على درونات انتحارية. يمتلك المغرب طائرات بدون طيار متخصصة في رصد ومراقبة الأجواء الأرضية المغربية، لا سيما في المناطق الحدودية الساخنة، حيث تسمح بتمشيط كل النقاط وتقديم الحيثيات الدقيقة، تجعل المملكة تتابع كل كبيرة وصغيرة فيما يخص أمنها الإقليمي والجهوي. وكانت المجلة أفريكا المقربة من الاستخبارات الفرنسية أكدت أن القوات المسلحة الملكية المغربية طالبت مؤخرا شراء طائرات تركية بدون طيار، بينما تسعى أيضا إلى الوفاء بالتزاماتها، لا سيما فيما يتعلق بزيادة تعاونها مع القوى الغربية. ومن المفترض أن تحصل القوات المسلحة الملكية على أسطول مكون من 12 طائرة بدون طيار مسلحة من نوع بايراكشي B2 التي تصنعها شركة بايكر. ووفقا لإفادة الخبير العسكري الفرنسي إيمانويل دوبوي الذي تحدث للتلفزيون تي في 5 في تقرير حول الدرون، فإن طلب المملكة هذه الطائرة التركية بدون طيار لن يكون بأي حال من الأحوال لسبب إيديولوجي أو جوي استراتيجي. وشدد الخبير الأمني ذاته على أن هذه الطائرات بدون طيار ستسمح للمغرب بالاستفادة من أداة متطورة يمكن أن تحدث فارقا في النزاع المسلح المحتمل، وتشكل جزءا من تحويل طائرات بدون طيار ذي الأهمية المتزايدة في إفريقيا، موردا أن البعض يخشون أن يكون هذا جزءا من رغبة في التخلص من جبهة البوليزاريو في صمت. ويقوم المغرب بتجهيز نفسه مثل البلدان الأخرى في الشمال وغرب إفريقيا التي حصلت على طائرات بدون طيار. لم تكن هناك طائرات بدون طيار عام 2016، لكن عام 2021 تمتلك جميع بلدان تقريبا هذه الطائرات. وبالنسبة للخبير الفرنسي إيمانويل، يمكن تفسير شراء المغرب طائرات بدون طيار من خلال تعزيز التعاون مع فرنسا بهدف احتواء تهديد الجهاد الذي قد يأتي من منطقة الساحل، حيث الوضع يتدهور وزاد بالنسبة للجزائر على سبيل المثال بفضل إصلاح دستورها في نوفمبر 2020، ويمكنها الآن تدخل خارج التراب الوطني في إطار التفويضات الدولية، كما يجب أن يكون المغرب مستعدا للقيام بذلك. ومن خلال عملية الاستحواذ على هذه الطائرات بدون طيار، يستجيب المغرب أيضا لحاجة مرتبطة بشراكته الاستراتيجية المميزة مع الناتو، ويستجيب المغاربة للالتزام التشغيلي في إطار تعاون أقوى مع الناتو، ويقول إيمانويل دوبوي. ويضيف إن هذا التفجير ليس مرتبطا بالنزاع بل بحالة ذهنية بفلسفة تتمثل في القيام بعمليات مكافحة التمرد أو محاربة الجماعات المسلحة من خلال تعريض أقل قدر ممكن من الجنود للخطر. وبالنسبة للمتخصص ذاته، توفر الطائرات بدون طيار ميزة السماح بالتعاقد على العمليات وإشراك القوات المسلحة بشكل ثانوي. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله.